الإسرائيلية صحيفة هآرتس، غانس التقى مع عبد الله الملك، دعا إلى الهدوء في الأراضي الفلسطينية. أما من الصحف السورية، صحيفة الوطن، استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر. ومن الصحف اللبنانية، صحيفة النهار، مقايضة الانفراج الحكومي، تنتظر الثنائي. ومن الصحف السودانية، صحيفة الجريدة، مطالب بتنحي البرهان، هل ستقود الخطوة إلى تحقيق الاستقرار السياسي؟ وكذلك من الصحف البريطانية، صحيفة ديلي ميل، بوتين يرسل قوات إلى كازاخستان للمساعدة في كبح المظاهرات بسبب ارتفاع أسعار الوقود. إذا نبدأ مع الصحف الإسرائيلية. أستاذ علي، إسرائيل هيوم تعنون هنا، غانس التقى بملك الأردن في عمان، سنعزز العلاقات الأمنية. هآرت، غانس التقى بعبد الله الملك، دعا إلى الهدوء في الأراضي الفلسطينية. وثالثا من صحيفة الدستور الأردنية، الملك الحفاظ على التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية. نعم، بليغ لقاء غاية في الأهمية بين العاهل الأردني وبين وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانس. اللافت في هذا اللقاء بليغ أنه تم النشر حوله فور انعقاده، وتم السماح بنشر الصور التي نراها، علما أن الجانب الأردني كان يتحفظ عن نشر هذه الصور، علما أيضا أن هذه العلاقات أو اللقاءات عادت بعد سنوات من الفتور في ظل حكومة بنيامين نتنياهو. وهناك قراءة لمدلولات سماح الجانب الأردني إخراج هذه العلاقة إلى العلن. ما نقرأه أن هناك يعني القضايا التوافقية بين الجانبين تفوق القضايا الخلافية، وأن التوترات بين الأطراف والخلافات يعني يتم معالجتها في الأروقة المعمول بها. غانس قال في اللقاء كما تكتب صحيفة إسرائيل هيوم، سنقوم بتعزيز العلاقات الأمنية. صحيح أن الوضع في الضفة الغربية كان هو القضية الأساسية، ونرى هذا العنوان في صحيفة آرتس، الملك دعا لتهدئة الأمور في الضفة الغربية، وهو العنوان ذاته أيضا في صحيفة الدستور، الملك الحفاظ على التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية. ولكن بعيدا عن الملف الفلسطيني الذي استحوذ على جزء كبير من اللقاء، أيضا الأوضاع في سوريا، نعرف أن للأردن دور مهم، نعرف أن الأردن هو جزء من الانفتاح العربي على سوريا، وبدأ يفعل ويشغل الممرات بينه وبين الدولة السورية. نعرف أيضا بليغ أن هناك مثلث حدودي إسرائيلي سوري أردني، لذلك بالإضافة إلى الملف الفلسطيني كان الملف السوري حاضرا في لقاء غانس. نقطة صغيرة فقط علي، يعني غانس يعني عقد هذه اللقاءات المتكررة أيضا مع رئيس السلطة الفلسطينية ومع الملك عبد الله، هو أيضا يعمل على حياته السياسية، ولا يخفى عن أحد طبعا نواياه بأن يصبح رئيسا للوزراء. هذا يقربه هذا إلى هذا الكرسي؟ يعني الكرسي في المستقبل المنظور يعود ليائير لابيد، الذي من المفترض أن يتم اتفاقية التناوب، ولكن بالفعل غانس يقوم ببناء نفسه كقائد المعسكر اليميني، لأن لابيد يبدو وكأنه توأم بينيت ويريد أن يبرم أي صفقة مع بينيت من أجل أن يصل لكرسي رئيس الحكومة، علما أن لابيد قال حتى حينما سأستلم أنا رئاسة الحكومة لن تكون هناك مفاوضات مع الجانب الفلسطيني. غانس يقول أن لدي الخبرة لأقود مفاوضات مع الحفاظ على المصالح الأمنية لدولة إسرائيل. الآن نعود إلى إسرائيل هيوم، حادثة إطلاق نار في هضبة الجولان، الجيش الإسرائيلي أبعد المشتبه بهم على الحدود السورية. نعم، هذا القلق الإسرائيلي من أن يعني قبل أيام كانت هناك محاولات لطالبي لجوء على ما يبدو سودانيين الاقتراب إلى الحدود، بالأمس كانت هناك محاولة جديدة. الجانب الإسرائيلي يتعامل مع كل هذه الأمور وعلى أنها تهديد أمني، رغم أن التقديرات تشير إلى أن الخلفية هي خلفية اقتصادية الضائقة المالية، وأن هؤلاء يأتون للبحث عمل في إسرائيل.
نبقى في نفس المنطقة وصحيفة الشرق الأوسط تكتب يونيفيل تتهم الجهات الفاعلة في جنوب لبنان بالاعتداء على جنودها. وكذلك صحيفة الأخبار اللبنانية اليونيفيل تعدل قواعد عملها منفردة مع علامة سؤال. نعم بليغ، على ضوء تكرار العمليات أو على الأقل محاولة تنفيذ عمليات من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وعلى ضوء الادعاءات الإسرائيلية أن قوة حفظ السلام الأممية اليونيفيل لا تقوم بما هو مطلوب منها من أجل وقف هذا العمل، بدأنا نرى انتشار موسع ونشاط موسع لقوات اليونيفيل. هذا الأمر لم يرق إلى بعض الجهات اللبنانية وتحديدا إلى حزب الله وأنصاري، وكانت هناك اعتداءات على جنود اليونيفيل. الشرق الأوسط تتحدث عن جهات فاعلة في جنوب لبنان تعتدي على الجنود، وهو القصد هنا الجماعات المقربة من أنصار الله. وصحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله تتهم اليونيفيل بأنه يعدل أو عدل قواعد عمله بشكل منفرد، أي توجه أصابع الاتهام إلى اليونيفيل إلى أنه يرضخ للضغوط الإسرائيلية. الآن جيروزاليم بوست، الولايات المتحدة وإيران تقولان إنه تم إحراز تقدم في المفاوضات النووية. يعني تبقى الأمور ضبابية، يتحدثون عن تقدم، ولكن حتى الآن لا ندري مدى عمق هذا التقدم وهل هو حقيقي وجاد بليغ. ولكن من جهة إسرائيل يعني كان هناك مسؤولين أمنيين يقولون أنه لصالح إسرائيل أن يعني تفضي هذه المفاوضات إلى اتفاق في نهاية الأمر بدل أن لا يكون هناك اتفاق بشكل. هذا تطور لافت، بمعنى أن الجانب الإسرائيلي بدأ يفهم أن الاتفاق هو مسألة وقت، حتى وإن تأخر سيأتي هذا الاتفاق. ومن بما أن هناك انتخابات نصفية في الولايات المتحدة فواضح أن على الأطراف أن تصل الاتفاق قبل هذه الانتخابات في الجزء الثاني من العام الجديد من العام الحالي. وإيال خولاتا مستشار الأمن القومي الإسرائيلي وغيره من المسؤولين بدأوا يتحدثون عن أنه علينا التفكير في كيفية التعايش من مع الاتفاق أفضل من أن لا يكون هناك اتفاق وتستمر إيران للمضي قدما في برنامج برنامجها النووي. نبقى في الملف الإيراني مع ريف الحيلة الإيرانية، محادثات في فيينا، صواريخ في سوريا، الوطن السوري استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر، والعنوان من صحيفة القدس العربي ضربات صاروخية محسوبة ضد قواعد تضم أمريكيين في سوريا والعراق. نعم نحن نتحدث عن عدد من الاستهدافات للقواعد الأمريكية في سوريا وفي العراق خلال الساعات الثلاثة الأيام الثلاثة الأخيرة. يمكن بطبيعة الحال بليغ نسب هذه العمليات للذكرى الثانية لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني. الجانب الإسرائيلي صحيفة معرفة تتحدث عن حيلة إيرانية بمعنى مفاوضات في فيينا وضغط عسكري على الولايات المتحدة في سوريا وفي العراق. الوطن السوري تتحدث عن قاعدة للاحتلال الأمريكي التي يتم استهدافها في حقل العمر، وهذا يعني هذه الاستهدافات مرجحة للزيادة. الجانب الإيراني يريد أن يتأكد من أن الولايات المتحدة ستنفذ سحب قواتها الهجومية من العراق كما تعهدت. القدس العربي تتحدث عن ضربات صاروخية محسوبة ضد قواعد تضم أمريكيين في سوريا والعراق، عين الأسد، معسكر النصر وغيرها من الأماكن. السؤال بليغ، هل هذه الاستهدافات ستؤثر على مفاوضات فيينا من ناحية، وكيف ستؤثر على استمرار التواجد ونوع التواجد الأمريكي في كل من سوريا والعراق؟